السلام عليكم. I am دكتور يمنى صبري, assistant professor of psychiatry. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع غير ان هو في الدراسة لكن بيمس حياتنا, اللي هو الستريس رياكشن. الستريس رياكشن معناه ايه؟ معناه رد فعلك للضغوط اللي في حياتك. هل كل الضغوط اللي في حياتنا بنفس القوة؟ هل رد فعلنا كلنا للضغوط دي بنفس الطريقة ولا بتختلف؟ الأول لازم نفهم إن مفيش إنسان من أول حياته لحد وفاته ما بيمرش بسترس, يعني بضغوط في الحياة. الضغوطات دي لها درجات. بمعنى إيه؟ في أول حاجة عندنا الـ Ordinary Life Stressors. يعني ايه؟ يعني ضغوط الحياه اليوميه او العاديه. انا اتاخرت شويه على ميعاد شغلي, عندي مشكله في حاجه في البيت, في مشكله صغيره في الشغل, اللي هي ضغوط الحياه اليوميه اللي كلنا بنمر بيها. طيب نيجي للدرجه الاعلى منها اللي هي ايه؟ اللي هي بنسميها لايف ادفيرستيز, اللي هي تحديات الحياه. يعني ايه لايف ادفيرستيز؟ لايف ادفيرستيز اللي هي بيبقى فيها مثلا الديفورس, الطلاق, جوب لوس, واحد فقد وظيفته تماما اللي هي معيشاه وفاتحه بيته, الهاوس موفينج, واحد اتنقل من مكان لمكان تاني خالص يعيش فيه, بيلاقي صعوبه على ما بيتاقلم هو واسرته على المكان الجديد. يبقى دي اللايف ادفيرستيز, دي الدرجه الاعلى من الستريسورز. اصعب واكبر درجه من اللايف ستريسورز اللي هي الاكسترا اوردينري لايف ستريسورز او الاكسبشنال ستريسورز. يعني ايه؟ اللي هي بتبقى ضغوطات الحياه الغير معتاده اللي مش كلنا بنتعرض ليها, ده طبعا من لطف ربنا بينا. زي ايه؟ زي في عندنا الوار, الحروب الشديده, الراب, حوادث الاغتصاب, المالتيبل بريفمنت, الناس اللي بيتعرضوا لحوادث شديده وبيفقدوا مثلا ممكن معظم افراد اسرتهم في حادثه زي دي, فدي كلها بنسميها اكسترا اوردينري لايف ستريسورز. طيب ايه بقى رد الفعل بتاع الانسان لها؟ اول نوع من ردود الفعل من الستريس رياكشن هو الاكيوت ستريس رياكشن. الاكيوت ستريس رياكشن ده بيبقى رد فعل للاوردينري لايف ستريسورز, لضغوط الحياه العاديه. يعني مثلا انا جيت متاخر على المحاضره بتاعتي, انا ضاع مني حاجه, حصل في مشكله بسيطه, بيبقى رد فعلي لها حاجه اسمها اكيوت ستريس رياكشن. الاكيوت ستريس رياكشن ده بيبقى مدته المفروض وزن مينتس, في خلال دقائق, وبيفضل ماكسيمم اقصى حاجه 3 دايز. يعني مش معقول هفضل متضايقه ان انا اتاخرت على محاضره او عندي رد فعل لها اكتر من 3 ايام. هو المفروض ماكسيمم يبقى من مينتس لدايز, ماكسيمم 3 دايز. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ايه؟ هيبقى احنا في كل ستريس رياكشن هنتكلم على الانست وهنتكلم على الكلينيكال بيكتشر وهنتكلم على التريتمنت. يبقى هيبدا امتى, شكله هيبقى ايه, والعلاج بتاعه هيبقى ايه. بالنسبه للانست اوف اكيوت ستريس رياكشن بيبقى فروم مينتس تو دايز, ماكسيمم 3 دايز. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعه اما بتتعرض لموقف في ستريس, في ضغط عليك, بيحصل ايه؟ هتلاقي عندك اوتونوميك هايبر اراوزل, تاكي كارديا, سويتنج, بالبيتيشن, هتبقى حاسس بعرق وضربات قلبك زايده ودوخه, واللي هي الاوتونوميك هايبر اراوزل. طيب التريتمنت في حاجه زي كده ايه؟ المفروض ان احنا بنعمل حاجه اسمها بريف كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي, وما بنلجاش في الحاله دي لا للانكزيوليتك ولا للانتي ديبريسنت, لان مش معقول كل ما واحد هيتحط في موقف في ستريس في حياته ان هو هيلجا للعلاج الدوائي مضاد للاكتئاب او مضاد للقلق. المفروض ان انا بعمل حاجه اسمها ري اورينتيشن وبعمل بريف كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. يعني ايه كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي؟ كوجنيتيف اللي هو المعرفي او الادراكي, بيهيفيرال اللي هو السلوك. انت ادراكك وتفكيرك بيأثر على سلوكك. يعني انا بكره الشخص ده من جوايا, جوايا مشاعر سلبيه له, فبالتالي بينعكس على سلوكي, اما بشوفه بدور وشي الناحيه الثانيه. انا مثلا خايف من الموضوع الفلاني وبفكر فيه, اما باجي اظهر قدام حد ببقى خايف وبرتعش وضربات قلبي زايده. يبقى الادراك والتفكير له علاقة مباشرة, وهو اللي بيتحكم في السلوك بتاعنا. فأنا بحاول أغير التفكير عشان أقدر إيه أغير أحصل على نتيجة في تغيير السلوك.
فبالتالي انا ببدا ان انا اعمل ري اورينتيشن، احاول اعيد صياغه ادراك الشخص اللي قدامي، وان عادي ان انت تتحط في موقف يكون في تاخير، في موقف يكون في احراج ليك، المفروض انت تتصرف، يكون عندك ثقه زياده بنفسك. ببدا ان انا اشتغل على تغيير ادراكه وتغيير طريقه تفكيره. ده الاستريس رياكشن الاولاني اللي هو الاكيوت ستريس رياكشن. طيب افرض ضغوط الحياه بدات تزيد بقى عندنا شويه، وبدأت يبقى عندنا دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي اللايف ادفيرسز، اللي هي فيها صعوبات شديدة شوية زي الديفورس، زي جوب لوس، حالات الطلاق، تغيير الوظيفة، فقدانها. ايه بقى اللي هيحصل؟ في الغالب بيبقى رد الفعل حاجة اسمها ادجستمنت ديس اوردر. ادجستمنت ديس اوردر المفروض ان هو بيحصل في رد الفعل ده، الانصت بتاعه بيبقى في خلال ويكس لمانسز، والمفروض ان هو بيبقى اقل من 6 شهور، بيحصل في خلال فتره اقل من 6 شهور. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه الادجستمنت ديس اوردر؟ الادجستمنت ديس اوردر ده عباره عن ان بيبقى عندنا سيمتومز، مجموعه سيمتومز من الانكزايتي ديس اوردر ومجموعه تانية من الدبريشن. احنا عشان نشخص اي ديس اوردر، انا بشخص مثلا حاله ديبريشن اللي هي الاكتئاب بحريتي الشخصيه، لا انا مرتبطه بكرايتيريا المفروض تبقى فولفيلد. انا اقول ان انا عشان شخصت دي حاله ديبريشن يبقى عندي كرايتيريا ان العيان مستوفي حالات 1 2 3، وان في فتره زمنيه كذا. دي بتبقى اكوردنج طبعا للدي اس ام 5 اللي هو الدايجنوستيك اند ستاتستيكال مانيوال اوف سايكاتريك ديس اوردرز. في العيان ده انا بلاقي ان هو بيبقى عنده مجموعه من اعراض القلق، بس ما اقدرش اشخص مرض القلق العام كاملا، وعنده مجموعه برضو من اعراض مرض الاكتئاب بس مش كامله، يعني لا اقدر اشخص مرض القلق ولا اقدر اشخص مرض الاكتئاب، لكن عنده زي ما بنقول كوكتيل منها اعراض قلق واعراض اكتئاب، الاتنين مع بعض دول اما بيبقوا موجودين والفتره المفروض ان هي اقل من 6 شهور، اقدر اقول او اسمي ده حاجه اسمها ادجستمنت ديس اوردر. ادجستمنت اللي هو تكيف، اضطراب تكيفي، انا عندي مشاكل وضغوط في حياتي مش قادر اتاقلم ولا اتكيف معاه، فده بسميه اضطراب تكيفي. الاضطراب التكيفي ده المفروض ان هو هنلجا له، هنعمل حاجه اسمها فنتليشن. فنتليشن ان انا بخلي العيان او الشخص، هو مش عيان لكن بحاول ان انا اخليه يخرج المشاعر اللي عنده، زي ما بنقول يفضفض، ان هو طب انت عندك مشكله مثلا في حياتك الزوجيه، طب حلولها كذا، طب كل في ناس كتير جدا بتتعرض لظروف مشابهه لدي، طب ايه الحلول اللي قدامك، طب بالطريقه دي. يبقى احنا هنعمل حاجه اسمها فنتليشن. ممكن في الحاله دي الجا للعلاج الدوائي اللي هو زي الانتي ديبريسنت او الانكزيوريت، وبرضه بعتمد على الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي اللي انا هحاول اغير ادراك الشخص عشان احاول ان انا اغير سلوكه واقلل من اعراض القلق والاكتئاب اللي عنده. طيب نيجي للديس اوردر الثالث اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. دلوقتي لو ان نيجي للدرجه الاعلى بقى من صعوبات الحياه اللي هي الاكسبشنال او الاكسترا اوردينري لايف ستريسرز، الناس اللي بتتعرض للحروب او للاغتصاب او للحوادث الشديده، الكوارث دي بيبقى رد فعلهم حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر هو اضطراب ما بعد الصدمه. بيحصل ايه؟ المفروض ان الانصت بتاعه بيبقى في خلال شهر من الحادثه دي، يعني بعد شهر من الحادثه بتبدا تظهر الاعراض دي. الاعراض بيبقى فيه زي متسلسله، ان اول حاجه عندنا بيبقى في حاجه اسمها ري اكسبيرينس. ري اكسبيرينس يعني ايه؟ يعني الشخص يبدا يفتكر ويحاول انه يعيش نفسه ويعيش التجربه السيئه اللي مر بيها في الوقت ده، يعني سواء هو صاحي يقعد يفتكر ميموريز فلاش باكس، يقعد يفتكر طب ده كان بيقول ايه ساعتها، طب حصل ايه، يسال اللي حواليه او يسال لو حد تاني كان موجود معاه في وقت الحادثه دي، طب فلان كان بيقول ايه، طب ده مات ازاي، بيبقى عاوز يعرف كل الديتيلز اللي حصلت وقتها. ممكن يبقى عنده نايت ميرز اللي هي الكوابيس. يبقى اول مرحله هيمر بيها اللي هي بنسميها ري اكسبيرينس.
المرحلة التانية هيبدأ إيه؟ هيبدأ يمر بمرحلة الأفويدنس. الأفويدنس خلاص هو ما عادش عاوز يتكلم عن الموضوع ده، ما عادش عاوز يمر بيه تاني. إيه لو شاف حاجة في التلفزيون أو شاف حاجة في مجلة ممكن تشير من قريب أو من بعيد للحادثة اللي مر بيها، بيحاول يتجنبها. المرحلة اللي بعدها اللي هي ديتاتشمنت، نمبنس اند ديتاتشمنت، بيبدأ الشخص يبقى عاوز ينعزل وينفصل عن العالم. هو حاسس ان هو اتعرض لكارثه شديده جدا، ان وجوده ما عادش له قيمه، ما عادش في حاجه متوقعه، ما عادش في خير متوقع بعد كده. مع يعني الكارثه اللي حصلت له خلته يبقى عنده احساس بفقد الامل التام في المستقبل بعد كده. اخر حاجه اللي هي الاوتونوميك هايبر اراوز، ان بيبقى في اعراض التاكيكارديا والسويتنج والبالبيتيشن. طيب بنعالج البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ازاي؟ ان بيبقى فيه اول حاجه اسمها تروما فوكست بوست تروماتيك ستريس سايكوثيرابي، تمام؟ يعني ان انا بحاول ان انا اركز على التروما، تروما فوكست، تمام. الحاجه الثانيه ان انا طبعا هلجا للانتي ديبريسنت وللانكزيوليتكس. بعد كده اخر حاجه من الديس اوردرز اللي هنتكلم فيها اللي هو بنسميه الجريف او البريفمنت، اللي هو الحداد. الحداد ده اللي هو بنمر بيه بعد وفاة شخص عزيز علينا. طيب هو الحداد بنعتبره في الطب النفسي طبيعي او مقبول لحد امتى، لمدة قد ايه، نتوقع لمدة قد ايه؟ في الطب النفسي ان الحداد مقبول لحد سنتين، ما يزيدش عن سنتين. طيب الحداد ده المراحل بتاعته بتبقى ايه؟ اول حاجة اما بيحصل وفاة لا قدر الله لحد عزيز عندنا، بيبقى اول حاجة اللي هي الشوك، مرحلة الصدمة. ازاي انا مش مصدق، يبقى اول مرحلة اللي هي الصدمة. تاني مرحلة الانجر، الغضب، ليه ده لسه صغير، طب اشمعنى انا، ويبقى من يعني الانسان بيحس بحاله غضب او تذمر. المرحله اللي بعدها اللي هي الجلت، احساس بالذنب، طب انا كنت بتخانق معاه كتير، انا كنت بضايقه، انا ما كنتش بقضي وقت معاه كفايه. المرحله اللي بعدها السادنس اللي هي الحزن، يبدا يبقى فيه احساس ملازم ليه بالحزن والأسى على الفقيد. آخر مرحلة اللي هي لازم هيوصل لها اللي هي الأكسبتنس، القبول، هو مفيش قدامه غير كده. لأن طبعا دي كلنا، كل نفس ذائقة الموت، وكل إنسان هيمر لازم في آخرته كده، فلازم هيتقبل في الآخر. يبقى المراحل المفروض هنمر بيها في حالة البريفمنت أو الجريف، أول حاجة الشوك، الصدمة، تاني حاجة الأنجر، الغضب، التالتة اللي هي الجلت، إحساس الذنب، بعد كده السادنس، وأخيرا الأكسبتنس. طيب احنا قلنا ان البريفمنت اللي هو الحداد بيبقى مقبول لحد سنتين، امتى بعتبره باثولوجيكال والمفروض ان انا الجأ لسايكاتريست، لدكتور طبيب نفسي عشان يساعدني اتخطى مرحلة الحداد دي، امتى الجأ واعرف لا ده في حاجة غير طبيعية في الحداد ده. اول حاجة ان ديلايد اونست، المفروض الناس بتبقى رد فعلها بيبقى في لحظة الوفاة، مش مثلا بيبقى عادي جدا ومتقبل وقوي ومفيش اي حاجة. الديليد اونست ده انه متاخر ومفيش رد فعل، دي بتبقى المشاعر المضغوطه او المكبوته اكتر وقتها. تاني حاجه ان بيبقى فيه مور انتنسيتي للسيمتومز، يعني ان يعني الشوك او الصدمه
بتبقى شديده جدا، يعني بتلاقي الاعراض بتظهر بس بصوره قويه او بصوره مبالغ فيها قوي. يعني مرحله السادنس مش مجرد حزن بسيط او احساس بالجلد بسيط، باحساس بالذنب بسيط، مجرد فكره تيجي في دماغه، لا بيبقى مثلا احساس بالذنب قوي جدا. ده انا ما مثلا ان والدتي ما عملتلهاش حاجه او ما قدرتش، انا قصرت في حقها، مع ان هي في الحقيقه مثلا كان عندها سيريس تايب اوف كانسر، عندها نوع مثلا كانسر شديد جدا، ومهما انت كنت عملت ووديت لدكاتره هو كان ده المتوقع، لان هي ما المرض اللي عندها كان شديد. يعني انت احساسك بالذنب ما تلومش نفسك قوي، لان ده فوق قدراتك وفوق امكانياتك، فبيبقى في انكريس في الانتنسيتي اوف سيمتومز، الاعراض بتبقى مبالغ فيها وقويه جدا. من العوامل اللي بتساعد على ظهور الباثولوجيكال بريفمنت او الجريف، اللي بتخلي ان المرحلة الحداد يبقى فيها مشاكل نفسية اكتر، لو ان الديس ده حصل صدن، حالات الوفاة الفجائية دي بتزود رد الفعل وبتزود شدة البريفمنت طبعا اكتر. تاني حاجة لو ان في difficult relationship مع الشخص المتوفي، لان لو في مشاكل معاه مثلا ولد وابوه بينهم مشاكل شديده، لو حصل اي وفاه فجاه بتبقى احساس الجلد اقوى واحساس السادنس اقوى، فبالتالي بيبقى محتاج مساعده نفسيه. يبقى اخيرا ممكن نلخص المحاضره بصوره سريعه جدا، ان الاسترس الضغوط النفسية لها مراحل. الأول في عندنا الأوردينري لايف ستريسورز الأعلى، اللي هي اللايف أدفيرسيز أعلى درجة، الإكسترا أوردينري لايف ستريسورز. الستريس رياكشن بيتلخص في المجموعة الديسوردر الأولاني اللي هو الأكيوت ستريس رياكشن، في عندنا الأدجستمنت ديسوردر، النوع الثالث اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، وفاينالي اللي هو البريفمنت. شكراً.